بسم الله الرحمن الرحيم. بمحاضرتنا اليوم يا شباب رح نبدأ بشابتر جديد اللي هو شابتر 4. شابتر 4 يا شباب بحكي لي عن الكومبينيشنال لوجيك. اوكي، الآن يا شباب بهذا الشابتر فعليا رح نتعلم كيف نصمم أنظمة رقمية. اوكي، رح نشوف الآن إن شاء الله خطوات تصميم أي ديجيتال سيستم. الآن إحنا بالشباتر الأولى شابتر 1 و 2 و 3 فعليا تعلمنا المبادئ الأساسية بعلم الديجيتال. أوكي، فتعرفنا على الباينري سيستم، تعرفنا على البوليان فونكشن، تعرفنا على التروث تيبل، تعرفنا على كيف إنه أنا ممكن أبسط فونكشن باستخدام الكي ماب، كيف ممكن أشتق فونكشن أو بوليان فونكشن مبسط اوكي من التروث تيبل باستخدام الكي ماب. الان ان شاء الله بهذا الشابتر اللي هو شابتر 4 راح نتعلم كيف نصمم انظمه رقميه. فالان ان شاء الله راحين نبدا باول جزء بهذا الشابتر، كيف نعمل ديزاين لديجيتال سيركت. فراح نحكي عن الديزاين ان شاء الله، عن التصميم. طيب احنا سابقا اوكي حكينا عن خطوات تصميم اي ديجيتال سيركت. الآن بهذا الشابتر إن شاء الله راح نشوف هاي الخطوات بالتفصيل، وإن شاء الله راح نأخذ أمثلة أوكي عملية على كيفية تصميم أوكي combinational logic circuit. طيب الآن يا شباب لو قلت لكم إيش خطوات تصميم أوكي أي digital أو أي combinational logic circuit. أوكي، دائما يا شباب إذا ما نصمم أي combinational circuit لازم بالبداية نحدد عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس لهاي السيركت. وبالتالي إذا أنا هون عندي سيركت أوكي ديجيتال سيركت، لازم بالبداية أحدد عدد الانبوتس وعدد الاوتبوت. فمثلا ممكن يكون أنا عندي N من الانبوتس، N inputs، وهاي السيركت ممكن يكون لها output واحد أو أكثر أو M من الoutputs. إذن يا شباب حتى نصمم أي سيركت أول خطوة لازم نحدد عدد الinputs وعدد الoutputs لهاي السيركت. بس بدنا ننتبه انه عدد الانبوت وعدد الاوتبوت لازم يكون يعبر عنه بالباينري. تمام، يعبر بالباينري. ان شاء الله بالامثله راح نشوف هاي النقطه. طيب الان بعد ما حددنا الانبوتس والاوتبوتس للسيركت تاعيتي، الخطوه الثانيه يا شباب لازم نبني التروث تيبل. فاذا اول خطوه بعد تحديد الانبوتس والاوتبوت هي بناء التروث تيبل. والتروث تيبل زي ما بتعرفوا هو عبارة عن علاقة بين الانبوتس والاوتبوتس. طيب الآن بس نبني التروث تيبل، الخطوة اللي وراها راح نشتق البوليان فانكشن. فالآن راح نشتق البوليان فانكشن للاوتبوت. راح نستخدم طبعا ايش؟ راح نستخدم الطريقة اللي استخدمناها بشابتر 3، فبالتالي راح نستخدم الكيما لا اشتقاق البوليان فانكشن. طبعا راح نستخدم كي ماب وحده او اكثر. طيب هاي راح تساعدنا على اشتقاق البوليان فانكشن، فراح اشتق بوليان فانكشن واحد او اكثر حسب عدد الاوتبوت. كل اوتبوت واحد له بوليان فانكشن، فراح ابني له كي ماب مشان اطلع البوليان فانكشن. بعدينك الخطوة الثالثة يا شباب بعد ما نطلع البوليان فانكشن، الآن راح نرسم ايش؟ اللوجيك دايجرام. فبالتالي الخطوة الثالثة راح نرسم اللوجيك دايجرام لهذولا البوليان فانكشن. وبهيك يا شباب بيكون احنا عملنا ديزاين للسيركت تاعتنا. طبعا بعد ما نرسم اللوجيك دايجرام الخطوة اللي وراها، الآن راح نروح نجيب الاي سيز. اوكي، الاي سيز اللي هي عباره عن الاي سيز او التشيب اللي هو عباره عن
الشيب بنروح بنجيبهن ومن اللي بيحتوين على طبعا بنروح بنجيبهن هذولا وبنركبهن عندنا وبنعمل ايش؟ وبنعمل سيركت، وهاي السيركت هي راح تكون اوكي السيركت اللي احنا بنيناها. اذا يا شباب بعد ما نبني اذا اللوجيك دايجرام للبوليان فانكشنز تاعتنا، الان بنروح بنشتري القطع تاعتنا اوكي، بنروح بنشتريها من السوق مثلا او ممكن نجيبها بالمختبر، وبنجيب هاي القطع وبنركبها وبنوصلها كهرباء بنوصلها سلاك، وبالتالي هيك بنبني السيركت تبعتنا بالواقع الفعلي. وبتكون هاي السيركت اكيد بتعمل اوكي بناء على التصميم اللي احنا عملناه. اذا يا شباب هاي هي عباره عن خطوات تصميم اي ديجيتال لوجيك سيركت. طيب الان يا شباب حتى نفهم هاي الخطوات خلينا نشوف مثال عملي اوكي، ونشوف كيف ممكن احنا نصمم ديجيتال لوجيك سيركت. فالان يا شباب خلينا نشوف المثال التالي. اوكي الان خلينا نشوف الاكزامبل. المثال تاعي بقول لي صمم السيركت التالي. الان بقول لي ديزاين ا 3 انبوت ديجيتال سيركت. بقول لي ابني ديجيتال سيركت لها 3 انبوت. الان the output of the circuit، ال output للسيركت تاعيتي هاي اللي انا بدي ابنيها واعملها ديزاين is equal to 1. ال output راح يكون 1 اذا if the input variables have more ones than zeros. يعني شباب ابنوا لي سيركت لها 3 inputs. هاي السيركت راح تطلع لي 1 اذا كان عدد الواحدات بالانبوت فاريبل اكثر من عدد الاصفار، وهاي السيركت راح تطلع لي صفر اذروايز، وبباقي الحالات راح ترجع تطلع لي صفر. الان the output تمام، ال output لهاي السيركت is zero otherwise. تمام. إذا هذا هو عبارة عن السؤال تاعنا، سؤال ديزاين، سؤال بقول لي صمم سيركت 3 انبوت إلها، هيو ديزاين 3 انبوت ديجيتال سيركت. لأن هاي السيركت راح يكون الأوتبوت إلها واحد إذا كان عدد الواحدات بالانبوت فاريبل أكثر من عدد الأصفار، وهاي السيركت راح ترجع لي صفر بباقي الحالات. اذا دائما يا شباب لما تشوفوا سؤال ديزاين اول شيء لازم تستوعبوا هذا السؤال. طيب اذا الان راح نصمم احنا المطلوب مني يا شباب نصمم سيركت. هاي السيركت بدنا نصممها. اول خطوه لازم نعملها هي تحديد حسب خطوات الديزاين هي تحديد عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس. فلو سألتك الآن هاي السيركت اللي أنا بدي أبنيها قديش عدد الانبوتس تاعتها؟ فأكيد راح تقولوا لي من السؤال ديزاين 3 انبوت ديجيتال سيركت، فبالتالي راح يكون عدد الانبوتس 3. إذا راح يكون عندنا هون يا شباب 3 انبوتس. السؤال بيقول لي ديزاين 3 انبوت ديجيتال سيركت، طبعا هذول الانبوت بدنا ننتبه انهن باينري، يعني الانبوت تاعي بيكون يا صفر يا واحد.
كل انبوت يا صفر يا واحد، وبالتالي راح يكون عندنا 3 انبوت. طيب اذا بهاي الحاله حددنا الانبوت تاعتنا. لا لو سالتكم قديش عدد الاوتبوت لهاي السيركت؟ ايوه الان راح تقولوا لي هاي السيركت بتطلع لي يا صفر يا واحد. بما انه بتطلع لي يا صفر يا واحد معناته راح يكون فقط لها اوتبوت واحد. هذا الاوتبوت بيكون يا صفر يا واحد. يعني بيكون حالتين فقط. وبالتالي اذا يعني هاي لاحظوا عدد الانبوت واضح بالسؤال، اما عدد الاوتبوت مش حاكي لي عنه، فبالتالي انا لازم افهم واستوعب انه هنا عدد الاوتبوت قديش لازم يكون. فبالتالي عندنا بهذا السيركت اللي بدي ابنيها راح يكون عندي فقط 1 اوتبوت، لانه بقول لي انه السيركت بتطلع لي اوتبوت 1 اوكي او اوتبوت 0 تمام، حسب عدد الواحدات وعدد الاصفار بالانبوت فاريبل. اذا بنستنتج انه فقط في عندي اوتبوت واحد اللي هو يا صفر يا واحد. تمام اذا بهاي الحاله بكون حددنا عدد الانبوت وعدد الاوتبوت بالسيركت اللي انا بدي ابنيها. طيب الان يا شباب خلينا نسمي الانبوت وخلينا نسمي الاوتبوت. الان الانبوت عندي الموجودات هن 3 انبوت، شو برايكم شو بدنا نسميهم؟ ممكن واحد يقول لي اكس واي زد، بنقول ممتاز اي بي سي صح، اكس 0 اكس 1 اكس 2 برضه صح اوكي. فبالتالي اذا بنقدر نسمي الانبوت تاعتنا زي ما بدنا، بس بشرط يكون ايش مكون من حرف واحد او حرف وايش ورقم اندكس يعني. وبالتالي انا هون خليني اسمي الانبوت تاعتنا A B C بصير، فبالتالي بدي اسميهم A B C صحيح او X Y Z ما في مشكله. طيب الاوتبوت يا شباب شو بدكم تسموه؟ شو رايكم؟ سمي البدنيه، سمي F، سمي Y، بس لا تسموه زي الانبوت تمام. بنسميه مثلا Z، هون ممكن اسميه بهذا المثال، ممكن اسميه F0 او F1، فبقدر اسميه البدية. انا هون راح اسميه واي تمام اوكي. اذا هاي فعليا خطوه او يعني خطوه تحديد عدد الانبوتس واسمائهم وعدد الاوتبوت واسمائهم، نقطه كثير مهمه بتصميم السيركت تاعتنا. طيب الان يا شباب بعد ما حددنا الانبوت والاوتبوت، الخطوه اللي وراها هي حسب الخطوات هي بناء التروث تيبل. فالان شو باجي بعمل؟ ببني التروث تيبل للسيركت تاعتي. طيب الان خلينا نبني التروث تيبل. انا اكمل انبوت اوكي التروث تيبل راح يكون عندنا انبوت واوتبوت. فالان هذا التروث تيبل تاعي راح يكون له انبوت، هون عندي A و B و C، وراح يكون اوتبوت، هون عندي اوتبوت واحد فبقول له الان واي اسمه واي. هذا هو عباره عن التروث تيبل، علاقه انبوت باوتبوت. ممتاز. الان شو باجي بعمل؟ بعبي الانبوت وبشوف شو الاوتبوت بناء على بناء على السؤال تاعي. طيب اكمل انبوت انا عندي قلنا ثلاثه اي بي سي. طب معناها كم من كيس راح يكون؟ 2 قوة 3 يعني 8 كيسز، فبالتالي راح يكون عندنا 8 كيسز. شو هن؟ راح تكون كالتالي 0 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 اللي راح يطلع معانا. طبعا الاوتبوت اللي راح يطلع عندنا هنا راح يعتمد على السؤال تمام. فالان الاوتبوت واي يا بكون عندي صفر يا واحد صح. فحسب السؤال تاعنا الاوتبوت راح يكون عندي واحد اذا كان عدد الواحدات بالانبوت فاريبل بالانبوت فاريبلز اكثر من عدد الاصفار، وبكون هذا الواي صفر بباقي الحالات. يعني اذا كان عدد الاصفار
اكثر من عدد الوحدات. فالان شو باجي بعمل؟ بمشي على التروث تيبل حاله حاله وبشوف شو قيمه واي بكل حاله. الان يلا اطلعوا لي شباب على اول كيس. اول كيس 0 0 0، قديش عدد الاصفار؟ 3. طب عدد الوحدات؟ 0. اذا عدد الاصفار اكثر من عدد الوحدات، اذا راح الواي تكون بهاي الحاله 0. اذا باجي الان بحط 0. طيب الكيس الثاني، الكيس الثانيه 0 0 1، قديش عدد الوحدات؟ عدد الوحدات 1. طب عدد الاصفار؟ 2. عدد الاصفار اكثر من عدد الوحدات، معناته الواي راح تكون 0. اذا هنا بحط 0. طيب الكيس الثالثه، عدد الوحدات 0 1 0، عدد الوحدات 1 1، وعدد الاصفار 2 اللي هن الاي والسي، وبالتالي عدد الوحدات اقل من عدد الاصفار، يعني الواي راح تكون بهاي الحاله ايش؟ 0. فبالتالي الان باجي بحط 0. تمام. الحاله اللي وراها اي بي سي 0 1 1، الان عدد الوحدات 2 اللي هن البي والسي 2، وعدد الاصفار 0 اللي هو 1 عفوا اللي هو الاي. اذا عدد الوحدات 2 وعدد الاصفار 1 0 1، وبالتالي عدد الوحدات اكثر من عدد الاصفار، معناته الواي بهاي الحاله راح تكون 1. هيك السؤال بقول لي، وبكمل على هاي الطريقه. طيب الحاله اللي وراها عدد الاصفار صفرين وعدد الوحدات 1، معناته شو بيكون الواي؟ 0. الحاله اللي بعديها عدد الوحدات وحدين وعدد الاصفار 1، معناته الوحدات اكثر من الاصفار، معناته الواي راح تكون بهاي الحاله 1. والحاله قبل الاخيره 110، عدد الوحدات وحدين وعدد الاصفار 1، عدد الوحدات اكثر من عدد الاصفار، معناته 1. تمام. الحاله الاخيره 111، عدد الوحدات 3 وحدات، وبالتالي عدد الاصفار 0، يعني ولا عدد الاصفار ولا 0 اللي هي ولا 0، وبالتالي عدد الوحدات اكثر من عدد الاصفار، وبالتالي الواي بهاي الحاله راح تكون 1. ممتاز. اذا بهاي الحاله بكون احنا عملنا التروث تيبل. لاحظوا التروث تيبل اشتقيته من وين؟ من السؤال تاعي. طيب اذا هاي الستيب هاي من ننتبه، هاي يعني تعتبر من اهم الخطوات بعمليات ايش؟ التصميم. لانه لازم حتى ابني التروث تيبل لازم اكون فاهم السؤال. تمام؟ لازم اكون فاهم السؤال. طيب الان الخطوه اللي وراها، الخطوه اللي وراها يا شباب بعد ما عملنا التروث تيبل، اوكي، وهو علاقه بين انبوت واوتبوت للسيركت تاعيتي، الخطوه اللي وراها راح ابني ايش؟ البوليان فانكشن، او راح اشتق البوليان فانكشن. طبعا راح اعمل كي ماب، والكي ماب منها اطلع البوليان فانكشن. الان لو سالتكم كم من اوتبوت عندي؟ راح تقولوا لي عندي واي اوتبوت 1، معناته راح يكون عندي كي ماب واحده. الان كل اوتبوت عندنا كل اوتبوت عندنا راح يكون له يا شباب كي ماب. فانا هون عندي واي واحده، معناها راح يكون عندي كي ماب واحده. لو عندي مثلا واي وزد، يعني تو اوتبوت، راح يكون عندي كي ماب للواي بدلاله الانبوت اي بي سي، وكي ماب للزد بدلاله الانبوت اي بي سي. تمام. اذا الان يا شباب راح نعمل ايش؟ الكي ماب تاعتنا للواي، فراح يكون انا عندي كي ماب واحده للواي. فالان شو باجي بعمل؟ برسم الكي ماب تاعتي علاقه انبوت باوتبوت. طبعا الكي ماب راح تكون ل 3 variables. طيب الانبوت تاعتي هن A و B و C. طبعا عمليه الكي ماب المفروض ولا في اسهل منها. تمام؟ والمفروض نقدر نعمل اي عمليه تبسيط، هون A وهون B وهون C. الان شو باجي بعمل؟ بنزل الوحدات تاعت الواي على الكي ماب تاعتنا. فبنزل الوحدات.
يلا شباب خلينا ننزل الوحدات ونشوف كيف نعملهن تجميع. الآن 0001 0001 تمام، بعدينك 0111 0111. ممتاز، إذا هيك نزلت الوحدات. الآن شو بعمل؟ بشتق الفانكشن تاعي. إذا الآن الفانكشن تاعي بعد التبسيط راح يكون y abc طبعا يساوي. الآن ببلش أجمع وحدات. يلا خلينا نجمع. الآن يا شباب زي ما بتعرفوا حاولوا تبدوا من الواحد من يعني تعملوا جروبات وتبدوا من الوحدات اللي لا تجمع إلا بجروب واحد فقط. أوكي؟ مشان إيش؟ مشان ننتج الاستنشال، وبالتالي هاي نقطة كثير مهمة. فالآن ببلش أجمع الوحدات، فببدأ من الوحدات اللي لا تجمع إلا بطريقة واحدة، هيك أفضل وأسرع. فالآن طلعوا هذا الواحد لا يجمع، أوكي بقدر أخذ يعني ما بقدر أخذه إلا مع الواحد اللي تحتيه، معناته بأخذ هذا الجروب الأول. طيب الجروب هذا شو راح يكون يا شباب؟ راح يكون كالتالي، راح يكون جوابه بي سي. زائد الآن خلينا نشوف جروب ثاني. الآن روحوا على واحد لا يمكن تجميعه إلا بطريقة واحدة. فالآن هذا الواحد مثلا، هذا الواحد ما بقدر أخذه إلا مع هذا الواحد اللي بجنبه، تمام، معناته هذا راح يشكل لي جروب. هذا الجروب يا شباب راح يكون AB زائد. الآن ظل عندي واحد مش معمول له جروب، لأن شو باجي بعمل؟ هذا الواحد ظل مش معمول له جروب، فباخذه مع مين؟ مع اللي بجنبه. راح اشكل جروب ثنائي، طبعا هذا راح يكون جواب يا شباب AC، تمام AC. الآن بسأل نفسي جمعت كل الوحدات؟ نعم. بسأل نفسي سؤال كمان، سؤال لو في واحد من الجروبات حذفته، يعني لغيت واحد من الجروبات، هل كل الوحدات بظلن مغطيات؟ الجواب لا، يعني لو أحذف أي واحد من هذول الثلاثة راح يظل واحد مش مغطى، معناته بهاي الحالة أوكي، يعني لو أحذف أي واحد من هذول الثلاث راح يظل واحد مش مغطى. كل ما أحذف واحد من الجروبات معناته هذا دليل إنه كل الجروبات مهمة ولازم تكون بالجواب. ممتاز، إذا طبعا هاي تعلمناها إحنا بشابتر 3، وبالتالي عملية اشتقاق البوليان فونكشن مبسط من الكيمات هاي المفروض خطوة كثير بسيطة ونعرفها. ممتاز، إذا الآن كل output راح يطلع لي، أرسم له كيماب ويطلع لي boolean function. الآن لأنه هون أنا عندي output واحد اسمه y، رسمت له كيماب بدلالة الـ input ABC، وبالتالي الـ y بعد التبسيط راح تكون BC or AB or AC. ممتاز، إذا بكون هيك أنا اشتقيت boolean function واحد. الآن الخطوة اللي وراها يا شباب هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن رسم اللوجيك دايجرام. رسم اللوجيك دايجرام. الآن بكل بساطة شو بعمل؟ بمسك البوليان فانكشن تاعي وبرسم له وبرسم هذا البوليان فانكشن تاعنا. طيب الآن شوفوا كيف بدنا نرسم هذا البوليان فانكشن تاعنا. طيب الآن هاي خطوة كثير بسيطة وبنعرفها. اوكي اخذناها بالشباتر الثلاث الاولى، انا عندي بوليان فانكشن فبقدر ارسمه بكل بساطه اوكي زي ما تعلمناه بالشباتر الماضي. طيب الان بطلع هنا بحدد الانبوت ساعات، الانبوت تاعاتي هي A وB وC تمام، والاوتبوت تاعي هو Y. طيب الآن راح يكون عندي كالتالي، أنا عندي or، عندي or وand that، فببدأ بالand that تمام، فبالتالي راح يكون عندي and، راح أحتاج لand gate مشان أعمل anding بين ال A وال B، وand gate ثانية
مشان اعمل اندنج بين البي والسي، واند جيت ثالثه مشان اعمل اندنج بين الاي والسي. تمام. الان باجي بشبك على الاند الاولى الاي والبي، هاي اي وهاي بي. عم تعرفوا عمليه الاور تبديليه، فما في اي مشكله اعمل اندنج بين اي وبي قبل بي وسي. طيب بعدين بعمل بدي اعمل اندنج بين بي وسي، هاي بين بي وسي. وبعدين بدي اعمل اندنج بين اي وسي. تمام. هاي اي وهاي سي. ممتاز. الاند الاولى راح تطلع لي جواب اي وبي، الاند الثانيه راح تطلع لي جواب اندنج بين بي وسي، والاند الثالثه راح تطلع لي جواب بين اي وسي. الان الاوتبوت اللي بيطلع من هذول الاندنج بعملهن اورينج، وهي راح تكون الايش الفانكشن تاعي اللي هو الواي. انا بعمل اورينج بين جواب الاند الاولى وجواب الاند الثانيه وجواب الاند الثالثه، وهي هي راح تكون الواي تاعتي. تمام يا شباب؟ خلص، هاي هي عبارة عن السيركت تاعتي. إذا يا شباب السيركت اللي إحنا بدنا نبنيها أو اللي طلب منا إنه نعملها ديزاين، هيها موجود الآن أمامنا. إذا هيها فعليا هاي السيركت يا شباب. إذا هاي السيركت هيها موجودة أمامنا هون. لها 3 input ABC ولها output واحد اللي هو واي. فعلياً هاي السيركت لو دخلوا على ABC فعلياً الواي أوكي راح تطلع لي 1 إذا كان عدد الواحدات أكثر من عدد الصفار بالـ inputs variable بالـ input variables، وراح الواي تكون صفر إذا كان عدد الصفار أكثر من عدد الواحدات بالـ input variables. يعني لو تعوضوا الثمان حالات تاعت التروث تيبل بهاي السيركت 100% واي راح تكون حسب هذا التروث تيبل. اذا وبالتالي بهاي الحاله بكون انا عملت ديزاين للسيركت تاعتي. طيب الان يا شباب هاي السيركت تاعتنا هي عباره عن سيركت بنسميها الماجوريتي سيركت. اوكي ماجوريتي سيركت هاي فعليا سيركت اوكي بتطلع لي واحد اذا كان عدد الوحدات اكثر من الانبوت، اذا كان عدد الوحدات اكثر بالانبوت اكثر من عدد الاصفار، وبتطلع لي صفر اذا كان عدد الاصفار اكثر من عدد الوحدات. وبالتالي هاي طبعا هي احد السيركت المهمه اللي ممكن احنا نحتاجها ب ب ب بالديزاين تاعنا، أو ممكن إحنا نحتاجها بأي تطبيق، يعني بأي تطبيق ممكن نحتاج سيركت من تشتغل بهاي الطريقة. طيب الآن يا شباب بعد ما رسمنا اللوجيك دايجرام، الآن شو بنروح بنعمل؟ بنروح بنشتري القطع، تمام؟ نشتري الآي سيز أو الشبات، أوكي؟ الرقاقات، وبنجيب الآي سيز اللي بتحتوي على أند أور، بنجيبها، بنركبها، بنوصلها بسلاك مع بعضها البعض. اوكي وبنوصل عليها الانبوت وبنطلع الاوتبوت، وبالتالي بكون انا هيك عملت وبنيت السيركت تاعيتي، بنيتها كهاردوير. اوكي شباب تمام. الان يا شباب خلينا نشوف مثال اخر على الديزاين. اوكي اكزامبل. الآن شو بحكي لي هنا؟ بقول لي التالي، بقول لي design a combinational circuit. صمموا لي combinational circuit. هاي ال combinational circuit that
reads two bits unsigned binary numbers. هاي السيركت يا شباب تقرأ لي رقمين unsigned binary number كل رقم 2 bits. طيب وشو بتعمل؟ and outputs وبتطلع لي the largest one. تمام، وبتطلع لي الرقم الأكبر بين هذول الرقمين اللي راح تقرأهن هاي السيركت. أوكي الآن يا شباب خلينا نشوف الحل. طيب الآن يا شباب حتى نحل أسئلة الديزاين أول خطوة لازم نعملها لازم نفهم البروبلم، لازم نفهم السؤال. فخلينا الآن نقرأه مرة ثانية تمام ونحاول نستوعبه بشكل أفضل. سؤال بقول لي design a combinational circuit، صمموا لي combinational circuit. ليش يعني ليش حكى لي combinational circuit؟ فعليا احنا عندنا بالديجيتال نوعين من السيركتس، سيركت بسموها combinational اللي هي فعليا الان احنا بنصممها بهذا الشابتر، وسيركت اخرى بنسميها sequential، هاي ان شاء الله راح نحكي عنها بالشابتر الجاي، فراح نحكي عن sequential circuit. وبالتالي احنا بهذا الشابتر راح نركز اهتمامنا على السيركت اللي تسمى combinational circuit. اما بخصوص السيكوينشال راح نحكي ان شاء الله عنها بالتفصيل لاحقا. طيب الان ممتاز، بقول لي صمم لي الكومبينيشنال سيركت. هاي الكومبينيشنال سيركت ذات ريدز تو بيتس unsigned binary numbers، يعني فعليا هاي السيركت بتقرا لي رقمين باينري تمام كل رقم 2 بيتس، يعني بتقرا لي رقمين كل رقم 2 بيتس، وهذول الباينري unsigned يعاملين الانسايند، يعني البتات مخصصات للماجنيتيود ما في اشاره، واحنا نعرف شو المقصود بالانسايند باينري نمبر. اذا على كل حال هاي السيركت بتقرا لي 2 بت unsigned باينري نمبرز. طيب شو بتعمل هاي السيركت؟ تقرا رقمين unsigned binary number كل رقم 2 bits، وشو بتعمل؟ وبتطلع اللارجست وان، يعني بتطلع اكبر رقم بهذول الرقمين. اوكي اذا احنا الان راح نصمم هاي السيركت. اذا السيركت هاي اللي بدي اصممها فعليا الها انبوتس والها اوتبوت. الآن يا شباب أول خطوة بتصميم أي combinational circuit لازم نحدد عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس للسيركت تاعتي، صح؟ تمام. فالآن السيركت تاعتي هاي راح تقرأ رقمين كل رقم 2 bits، معناها قديش عدد الانبوتس لهاي السيركت؟ أكيد راح تقولوا لي راح يكون لها 4 inputs، تمام؟ 4 inputs، وبالتالي راح نقرا رقمين احنا رقمين باينري كل رقم 2 bits، معناها راح يكون عندنا 4 inputs. 2 inputs مخصصين للرقم الاول لنم 1، و2 inputs الثانيات مخصصين للرقم الثاني اللي هو لنم 2، صح؟ لرقم 2. معناته السيركت تاعيتي راح يكون لها 4 inputs. طيب الآن حددنا عدد الانبوتس للسيركت تاعيتنا، السؤال تاعي قديش عدد الاوتبوت؟ بما انه هاي السيركت بتطلع للرقم الأكبر largest one بين رقمين كل رقم 2 bit، معناته الاوتبوت راح يكون هو الرقم الاكبر، وبالتالي الرقم الاكبر راح يكون اكيد 2 بت، معناته راح يكون الاوتبوت لهي السيركت 2 اوتبوتس، وهذول ال 2 اوتبوتس بيمثلين لي 2 بت اللي هن بيعبرن عن اللارجست نمبر اللي هو الرقم الاكبر، تمام شباب؟ اللي هو الرقم الاكبر.
طيب إذا مرة ثانية السيركت تاعيتي تستقبل لي 2 بت unsigned binary numbers، يعني تستقبل لي رقمين كل رقم 2 بتس، معناها راح يكون لها 4 inputs، 2 input مخصصات للرقم الأول وال 2 input الثاني للرقم الثاني. أوكي، أما الأوتبوت لأنه هي بتطلع لي الرقم الأكبر من رقمين كل رقم 2 بت، معناها راح يكون الرقم الأكبر هو 2 بتس، واحد من المو، فبالتالي معناته الأوتبوت للسيركت تاعي 2 بت. لاحظوا مش مكتوب بالسؤال، فالمفروض أنا أستنتجه من خلال المسألة. طيب ممتاز، إذا بهاي الحالة بيكون يا شباب إحنا شو عملنا؟ عرفنا السيركت تاعيتي قديش عدد الانبوتس تاعتها وعدد الاوتبوت. الخطوة الثانية والمهمة، لازم أسمي الانبوتس ولازم أسمي الاوتبوت. طيب الآن شو رأيكم نسمي الانبوتس؟ أوكي خلينا الآن نسمي، الآن راح نسمي الانبوت كالتالي، ممكن أسمي الانبوت أنا A B C D، بصير ما في أي مشكلة. ممكن أسميهم يا شباب X Y ZW، برضو صح، حيث XY هن بتات نم 1 وZW هن بتات نم 2، صح بصير تمام. لكن كمان يا شباب من الأفضل إذا كان عدد البتات تاعاتي بمثل الرقم معين، ليش ما سمي هذول الانبوت اللي إلهن علاقة ببعض بسميهن نفس اسم المتغير، لكن بيختلف إيش بالسكريبت، تمام، باللي هو الاندكس تاع هذا الفاريبل. فبفضل الان انه انا num1 مثلا، بفضل انه num1 نسميه، اوكي نسمي بالتاتو نفس اسم الفاريبل بس اغير الاندكس تاع هذا الفاريبل، يعني num1 اسمي الانبوت الاول x0 وسمي الانبوت الثاني x1، فبالتالي x1 و x0 هذول بيعبرن عن m1، بصير هيك افضل. يعني الانبوتس اللي لهن علاقه بنفس الانبوت يكون لهن نفس الايش اسم الفاريبل، فبالتالي بهاي الحاله num1 اوكي راح الان شو اعمل، اسميه الان x1 هذا الانبوت الاول تاعه x1 والانبوت الثاني x0، طبعا حيث x1 هو الموست اوكي الموست سيجنيفيكانت بت والx0 هي الليست سيجنيفيكانت بت. طيب وكمان بالنسبه لنم2، نم2 يا شباب نم2 خلينا نسميه y، فبالتالي راح اسمي الانبوت الاول او البت الاولى تاعت نم2 y0 والبت الثانيه راح اسميها y1، وبالتالي بهاي الحاله num2 يا شباب راح اسمي الانبوت الاول تاعه least y0 والموست y1، اذا راح اسمي هنا y0 وy1، وبالتالي الانبوت للسيركت تاعيتي راح يكون x1 x0 خاصات بنم1 وy1 y0 y1 خاصات بايش بنم2، تمام يا شباب. اوكي اذا هاي تسميه احنا انا يعني بفضلها خصوصا الفاريبل او الانبوتس اللي الهن علاقه بنفس الفاريبل، فخلينا نعطيه نفس اسم ايش نفس اسم المتغير، يعني مثلا num1 اسميهن الهن علاقه ب اللي هو الاكس، والnum2 اللي هن الاسم واي، لكن لازم اميزهن انه y0 y1 بالنسبه لنم2 وx1 x0 بالنسبه لنم1. وبالنسبه يا شباب للاوتبوت برضه، بالنسبه للاوتبوت فبالتالي بالنسبه للاوتبوت يا شباب اوكي فاللارجست نمبر اوكي الان بقدر اعطيه بقدر اللارجست نمبر اعطيه اي اسم، فمثلا ممكن اقول له على سبيل المثال ممكن اقول له مثلا اي بي، بصير اسمي الاوتبوت اي بي تمام. بس برضه نفس الشيء شباب بما انه
اللارجست نمبر هذا بيعبر عن الرقم الأكبر، فليش ما أعطيه نفس اسم المتغير لكن مختلف بالإندكس؟ فممكن أسميه مثلا F1 F0. أوكي، وبالتالي بهاي الحالة راح يكون الأوتبوت للسيركت تاعتنا يا شباب راح يكون F1 F0. أوكي، وبالتالي هذول 2 بيتس بمثلن اللي هو بمثلن قيمة الباينري نمبر للرقم الأكبر بين الرقمين نمبر 1 ونمبر 2. أوكي شباب، تمام. إذا عند هاي النقطة يا شباب بيكون إحنا فعليا حددنا إنه السيركت تاعيتي إلها 4 إنبوتس، X1 X0 بمثلن الرقم الأول، وY1 Y0 هذول بمثلن الرقم الثاني، والأوتبوت لهاي السيركت راح يكون عندنا 2 بت او 2 لاين، اوكي 2 سيجنال راح يكون اوتبوت للسيركت تاعتي اللي هن F1 F0 اللي بيمثلن الرقم الاكبر بين الرقمين نمبر 1 ونمبر 2. اوكي يا شباب، طيب الان يا شباب بعد ما حددنا الانبوتس والاوتبوتس للسيركت تاعتنا، الخطوه الثانيه يا شباب ايش راح نعمل؟ راح نبني التروث تيبل. فالان راح نشوف كيف بدنا نبني التروث تيبل لهاي السيركت. طيب احنا زي ما بنعرف الشباب التروث تيبل هو عباره عن علاقه انبوتس مع اوتبوتس. طيب وبالتالي التيبل تاعي راح يكون له يا شباب اكمل انبوتس. اوكي، التروث تيبل تاعي اكمل انبوت راح يكون له، راح يكون له 4 انبوت، x1 x0 y1 y0، وبالتالي راح يكون له، راح يكون عندنا بالتروث تيبل عندنا 4 انبوت طبعا. فباجي الان اكتبهن x1 x0 y1 y0، حيث x1 x0 بمثل الرقم الاول، y1 y0 هذول بالتات الرقم الثاني. طيب شو الاوتبوت تاع السيركت تاعتنا؟ f1 f0، وبالتالي f1 f0 هذول بنحطهم بالاوتبوت للتروث تيبل تاعي. الان باجي بقول له f1 و F0. طيب الآن يا شباب بعد ما حددنا، أوكي بعد ما حددنا إنه في عندي بالتروث تيبل راح يكون عندي 4 inputs و 2 outputs، الخطوة الثانية راح أكتب كل الخيارات تاعت إيش؟ تاعت الانبوتس تاعتنا. فبالتالي راح الآن بما أنه أنا عندي 4 inputs معناته راح يكون عندي 16 حالة، وبالتالي الآن راح أكتب 16 حالة بالتروث تيبل تاعي. طيب الآن باجي بدخل هذول ال 16 حالة كاملات بكتبهن بالتروث تيبل. أوكي طيب يلا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1. الآن 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0. الآن 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1. طلع عندي 4 حالات اللي هن 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. أوكي أوكي شباب، الآن بدي أحدد الأوتبوت. أوكي لا بدي أحدد الآن الأوتبوت لهذا التروث تيبل. طيب الآن راح نعبي هذا التروث تيبل ونحدد F1 وF0 يا شباب بالاعتماد على السؤال تاعي، صح؟ بالاعتماد على السؤال تاعنا. الآن السؤال تاعي بيقول لي الأوتبوت هو الرقم الأكبر بين الرقم الأول والرقم الثاني، فبالتالي بناء عليه راح أعبي F0 F1 بالاعتماد على الانبوت X0 X1 والانبوت الثاني Y0 Y1. طيب الآن اطلعوا وشوفوا كيف بدي أعبي الأوتبوت لهذا التروث تيبل. طيب الآن انتبهوا يا شباب، الآن خلينا نعبيهن حالة حالة، فبمشي على التروث تيبل تاعي حالة حالة. الآن الحالة الأولى، انتبهوا لي شباب، الحالة الأولى X0 X1 0 0،
معناته الرقم الأول هو صفر. طبعا انتبهوا unsigned binary number شو معنى unsigned؟ يعني هذول البتين يو ايش unsigned، يعني ما في إشارة بالموضوع، تمام. وبالتالي 00 قيمتين أو يعني كرقم هو رقم unsigned، معناته قيمته صفر. طيب الرقم الثاني y1 y0 قديش قيمته الآن؟ 00 بالباينري. إيش يعني 00؟ يعني 0. الآن الرقمين إذا تشابهوا من الرقم الأكبر أي واحد فيهم، وبالتالي بهاي الحالة أي أكبر 00 ولا 00 راح تكون إيش؟ مثل قد بعض، معناته الأوتبوت تاعي راح يكون 00. تمام الشباب؟ الأوتبوت تاعي يعني F0 F1 راح يكون بهاي الحالة 00. إذن حالة 0000 الأوتبوت 00. طيب خلينا نشوف الحالة الثانية، نفس المبدأ. طلعوا لي شباب، عندي X1 X1 X0 قيمته 00 يعني صفر، Y1 Y0 هذولا بمثلين 01 يعني رقم واحد، صح؟ كأنسايند. طب مين أكبر، الواحد ولا الصفر؟ أكبر الواحد، معناته السيركت تاعيتي راح تطلع إيش؟ معناها راح تطلع رقم واحد على الأوتبوت، وبالتالي بهاي الحالة F1 F0 راح تكون 01 اللي هو مين؟ الرقم الأكبر اللي هو هذا، يعني معناته راح يكون عندنا الأوتبوت 01 يعني F1 0 و F0 1. الآن يا شباب خلينا نشوف الحالة الثالثة. أوكي، الحالة الثالثة يا شباب X1 X0 قيمتها 00 يعني قيمة النمبر 1 صفر، Y1 Y0 قيمتها 10 كأنسايند، هذا رقم 2 لأن الرقم الأول صفر، الرقم الثاني اثنين. طب السؤال تاعي مين أكبر، الصفر ولا الاثنين؟ أكيد الرقم الأكبر هو الاثنين، معناته بهاي الحالة أوكي بهاي الحالة راح يكون السيركت تاعي يطلع للرقم الأكبر اللي راح يطلع لرقم اثنين على الأوتبوت، وبالتالي الآن إذن الأوتبوت راح يكون 10. إذن الأوتبوت تاعنا بهاي الحالة راح يكون يا شباب 10. أوكي تمام، يلا خلينا نشوف الحالة الرابعة. طبعا كله على نفس المبدأ. الآن مرة ثانية السيركت تاعتي هاي بتطلع لي الرقم الأكبر بين رقمين. طيب وين الرقم الأول؟ الرقم الأول X1 X0 هي قيمته 00 يعني قيمته صفر، تمام، ك unsigned binary number. طيب والرقم الثاني اللي هو 11 هيو اللي هو هذا ايش يا شباب، ك unsigned binary number 2 bit، هذا رقم 3 صح؟ انا اي اكبر الصفر ولا الثلاث؟ الثلاث، والسيركت تاعي بيطلع لي الرقم الاكبر، معناته بهي الحاله راح يكون الاوتبوت تاعنا اللي هو 3 اللي هو ايش يعني 3 يعني 11، وبالتالي راح الان يطلع معايا الاوتبوت 11. ومنكمل يا شباب على نفس الايش، نفس المنوال. الان 0100 شو هاي جواب هاي الحاله؟ 01 هاي بتمثل لي رقم واحد، و00 بمثل لي رقم صفر، فمين اكبر؟ اكيد واحد يعني 01، فبالتالي الان بحط الان الاوتبوت 01. يلا الحاله اللي تحتيها 01 اللي هو رقم واحد، 01 اللي هو رقم واحد، هذول قد بعض، فبختار اي اي رقم ف 01. طيب اللي وراها 01 بمثل لي رقم واحد، و10 بمثل لي رقم اثنين، انتبهوا هذا رقم اثنين بانسايند باينري 2 بت، اي اكبر الواحد ولا الاثنين؟ الاثنين، معناته الاوتبوت راح يكون رقم اثنين. طيب الان واحد وثلاث مين اكبر؟ ثلاث، فبحط 11. طيب اللي بعديها 1000 مين اكبر، الاثنين ولا الصفر؟ الاثنين، معناها بالاوتبوت راح يكون 10. بعدين 10
زيرو ون اي اكبر لاثنين ولا الواحد اللي اكبر لاثنين معناها هو بيكون الاوتبوت 1 0. طيب الاثنين ولا الاثنين؟ الاثنين، اي واحده منهن ما في مشكله. الان الاثنين ولا الثلاث؟ الاكبر هو الثلاث، وبالتالي الاوتبوت راح يكون هو ثلاث. طيب وباقي الحالات ثلاثة مع صفر راح يكون ثلاثة، ثلاثة ثلاثة مع واحد راح يكون ثلاثة، ثلاثة مع اثنين ثلاث، وثلاث مع ثلاث ثلاث. إذن الشباب هيك راح يكون الأوتبوت للسيركت تاعتنا. إذن أنا عبيت التروث تيبل هذا الشباب بناء على كيف السيركت بتشتغل. فإذا لاحظتوا السيركت تاعتي بتاخذ لي رقمين نمبر 1 ونمبر 2 وبتطلع لي الرقم الاكبر، فبالتالي بناء عليه اوكي عبيت التروث تيبل تاعي هذا بناء على وصف اللي هو الكومبينيشنال سيركت اللي انا بدي اصممها. تمام يا شباب؟ اوكي اذا هيك بكون انا عبيت اف 0 واف 1 طلعت نواتج. الآن الخطوة اللي وراها بعد ما نبني التروث تيبل، الخطوة اللي وراها أعمل كي مابس حتى أطلع البوليان فانكشن للأوتبوت. أنا هون عندي تو أوتبوتس وبالتالي راح أحتاج لتو كي ماب. كي ماب للأف 1 وكي ماب للأف 0. ممتاز، فالآن خلينا نعمل انتبهوا يا شباب، خلينا اعمل كي ماب للاف 1 وكي ماب للاف 0 ونطلع البوليان اكسبريشن للاف 1 ولا الاف 0. طيب الان خلينا نبدا بالاف 1. طبعا انا عندي كم من انبوت؟ 4 انبوت، معناها الكي ماب تاعيتي راح تكون كي ماب رباعيه. كي ماب رباعيه. تمام الشباب؟ أوكي. طبعاً راح يكون عندنا الانبوت X1, X0, Y1, Y0. فراح أكتب الآن X1, X0, Y1, Y0. طبعاً 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. هون راح يكون X1. هون راح يكون عندنا X0. وهنا y1 y0. طيب هاي بالنسبه للاف 1. طيب الان الاف 0 برضه راح اعمل له كي ماب رباعيه. تمام، كي ماب رباعيه. كل اوتبوت بعمل له كي ماب. طبعا الانبوت تاعات الاف 0 راح تكون نفس الشيء x1 x0 y1 y0. تمام، هو راح يكون عندنا x1 1 x0 y1 y0 نفس ترتيب اسماء ايش الفاريبلز. طيب يلا هسا نزلوا لي يا شباب ايش؟ الاف 1، نزلوا لي الاف 1 على الكي ماب الاولى. طيب يلا 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 والباقي وحدات. ممتاز، هاي اف 1. طيب اف 0 يلا يا شباب 0 1 0 1 0 1 0 1 بعدين 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 بعدين 0 0 0 0 0 0 والباقي وحدات. تمام، هيك بكون انا ايش عملت؟ عبيت الاف 0. اذا هون بنقول احنا عبينا الاف 0 وعبينا الان الاف 1. طيب الان يلا شو معادله الاف 1؟ هاي الاف 1 بدلاله x1 x0 y1
واي 0 شو بتساوي؟ يلا شو معادلة ال F1 بكل بساطة هذا جروب هذا شو جوابه Y1 تمام زائد وعندي هذا جروب ثماني شو جوابه X1 إذا X1 أور Y1 هاي F1 طيب يلا شباب ال F0 F0 ل X1 X0 Y1 Y0 شو بتساوي؟ الآن بنبلش نعمل جروبات طيب أول جروب هذا جروب رباعي شو جوابه هذا الشباب؟ X1 X0 زائد في عندنا هنا جروب رباعي ثاني هذا جواب y1 y0 زائد في عندي هنا جروب رباعي تمام هذا شو جوابه X1 برايم Y0 X1 برايم Y0 زائد وفي عندي هاي الواحد بقدر أغطيه بجروب رباعي تمام فشو جوابه هذا جوابه X0 Y1 برايم X0 صحيح تمام Y1 برايم أوكي خلص هاي هي معادلة الـ F0 ماشي شباب تمام اذا بكون فعليا حددنا معادله الاف 0 ومعادله الاف 1 هسه يا شباب بتطلع على الاف 0 والاف 1 اذا في بيناتهم شيء مشترك فاذا في بيناتهم شيء مشترك ممكن انا لما ارسم اللوجيك دايجرام اني هذا الشيء المشترك اعمله بجيت وحده وبالتالي تكون هاي الجيت مشتركه بين اف 0 وبين اف 1 اذا ما في شيء مشترك خلص اوكي برسم الاف 0 وبرسم الاف 1 اذا الان بعد ما طلعنا البولين اكسبريشن للاف 0 والاف 1 الخطوه اللي وراها يا شباب شو بنعمل الان بنرسم اللوجيك دايجرام تمام الان نيجي بنرسم اللوجيك دايجرام تاعنا طيب الانبوت تاعاتي عندي اياها كالتالي x1 x0 y1 y0 الآن أول شيء معادلة الـ F1 معادلة الـ F1 يا شباب هي عبارة عن OR gate بين X1 وبين Y1 تمام هاي عبارة عن إيش يا شباب؟ عبارة عن F1 تمام طيب معادلة الـ F0 F0 يا شباب راح تكون كالتالي راح تكون عندي 4 اندات وبيناتن اور وهذا عبارة عن إيش؟ إذن هون عندي 4 أندات وهون في عندي أور هاي شباب راح تكون الـ F0 طبعاً الأور جاي هي إنبوت من الأندات أوكي اوكي الاند الاولى x1 x0 x1 x0 الاند الثاني y1 y0
y1 y0 تمام. الان بالثالثه x1 برايم عباره عن x1 برايم y0 والان الرابعه x0 عفوا وين x0 هاي x0 y1 برايم بس هون في غلطة اللي هو هاي الغلطة هون هاي الاند جيت جايها يا شباب جايها من x1 تمام ومن x0 من هون هاي x0 اوكي وبالتالي يا شباب هيك بكون عندنا الاف 0 وبالتالي هذا عباره عن البوليان اكسبريشن او هذا عباره عن اللوجيك دايجرام للاف 1 والاف 0 وبالتالي يا شباب السيركت تاعيتي اللي احنا عملناها بترجع تطلع لي الرقم الاكبر بين رقمين راح تكون يا شباب هاي هي السيركت اوكي هاي عباره عن السيركت تاعتنا اوكي شباب وهاي عفوا وبالتالي السيركت تاعيتي هاي اذا فعليا بنعطيها رقمين x0 x1 y0 y1 هذول رقمين رقم واحد ورقم ثاني طبعا ك2 بت انسايند باينري نمبر وبتطلع لي هاي السيركت الرقم الاكبر بين هذول الرقمين لان فعليا لو تعوضوا اي حاله من حالات اللي موجوده هون بالتروث تيبل فعليا راح اف 0 اف 1 هي تكون الرقم الاكبر هو اصلا صممنا السيركت تاعيتي من التروث تيبل هذا وبالتالي 100% راح تكون السيركت تاعيتي هاي شباب تعطيني الرقم الاكبر بين اوكي بين اي رقمين 2 bit unsigned binary number بندخلهم على هاي السيركت. اوكي؟ وبالتالي بكون فعليا احنا عملنا ديزاين لهاي السيركت. الان طبعا الخطوه اللي وراها بنروح بنجيب الشيبز والاي سيز وبنركبهم تمام؟ تاعت الاند والاو الاند والاور والنوت بنركبهم وبنوصلهم بسلاب بنصير نعطيهم انبوت وبالتالي وبصير انهن هاي السيركت تعطينا الرقم الاكبر بين الرقمين اللي احنا بندخلهم اوكي على هاي السيركت اوكي يا شباب تمام